السلام عليكم يا شعب الجزائري، السلام عليكم يا شعب الجزائر، السلام عليكم يا مواطنين، السلام عليكم جيش الشعب الوطني، السلام عليكم الامن الوطني الشعبي. هاد لا فيديو درتها خصيصا الوزير العداله السيد وزير زغرماطي. وهاد لا فيديو اللي حبوا يحكمها بعين الاعتبار. دوكا نخليكم تشوفوا هاد المقطع ونولي ليكم هكذا باش بيان. اليوم لا فيديو الي فريمون امبورطونت، الي تري امبورطونت اي اورجونت. ميرسي. هو راني غير داير عليك الزوم برك. المهم المحامي دقه حط قال لك راح نسال الحبس عند رشيد نكاز ها، وقال لك راه في صحه جيده اوكي وما عليه والو ها، وقال لك هو راه يقول هذا المحامي باللي تا محامي ما يدخل روحه فيه وماش مستحق المحامي المتطوعين ها زيد وكذا خرطي. بعد التحقق عن طريق مصادرنا الخاصة، ولا نكشف عن مصادرنا الخاصة، أن محامي رشيد نكاز أول العديد من الكلام عن رشيد نكاز. هذا الدقة اللي حطيت صورته في الصفحة قبيلة، أول كلام ما قالوش داخل السجن، ما قالش ما نحتاج حتى محامي متطوع، هو أولها. وإذا أردت التحقق من الكلام تاعي، إذا أردتم أن تتحققوا مما أقول على جماعة رشيد نكاز أو المقربين من رشيد نكاز، إرسال محامي آخر إلى رشيد نكاز ويسمع منه مباشرة. أنا قلت لكم باللي نختلف مع رشيد نكاز، ولا اختلفنا معه، ولا كانت عنده عثرات سياسية غلط ولا عفسة ولا كم من غلطه، ولكن عندما يصيبه واحد مظلوم من الشعب، هو من الشعب، نصيبه مظلوم، لا هنا نتكلمه. قال لك اللي يطيح وينوض يتسمى مطاعش. إما لا رشيد نكاز يتعرض لانتهاكات غير قانونية، هذه الحاجة الأولى. محامي رشيد نكاز أول كلام، رغم أول كلام ما قالوش، ونستناو في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في المحامي اللي يروح عنده الان او اللي يزوره الان، وبامكانكم توكلوا محامي اخر وتسمعوه. هل عندك علاقه بجماعه عبله يا دقه المحامي تاع شلف او ما عندكش؟ هذه اللي لازم توضح لنا. المحامي هل لك صلة مع جماعة عبلة، صلة مباشرة مع جماعة عبلة؟ قلت لك أنا مزومي لك داش حال، ولكن احنا يا المحامي تاع رشيد نكاز دقة دقة، فهمنا هل لك علاقة مباشرة مع جماعة عبلة، أم أن جماعة عبلة ضغطوا عليك باش تقول كلام آخر؟ دوك هنا تتنجم دوك براحتك، تتنجم تدير فيديو وتبرر، تقول يا ما عنديش علاقة بهم، يا تقول باللي ضغطوا عليا، يا تقول باللي كاع ما كاش منها، قول واش تحب. من بعد نعاود نديرو لك، من بعد بديت نفتحوا عليك جبهة. هيا دق دوك بقات عندك دقة لافوكا، بقات عندك دوك، عندك في يدك 3 أيام. دوكا كي سمعتوا هاد لا فيديو تاع امير دي زاد، واش هو يهضر على رشيد نكاز كوم كوا المحامي يخدم مع عبله ولا عتيقه، المهم على باليش ما نحوش نفهم، فهمتوني؟ نحبكم تاخذوا الكثره الكلام الاخراني اللي قالوا، الكلام الاخراني اللي قالوا. واش قالوا؟ قالوا عندك 3 أيام خمم فيهم. وهاد لا فيديو دارها 20/3/2020، عندها 3 أيام اللي دارها. صافي ميم لا فيديو تاع اللي تاعك تلحقكم تلحقكم لفا 24، سي لا فيديو 4 أيام، هي لا عندها 3 أيام، صافي 20/21/22/23، هادي هي 3 أيام هكذا. دوك تفهموا الحقيقة واش
من المحامين تاع الحراك، المحامين سواء تاع الحراك، المحامين تاع دركاتيك كي شفتوا هاد المقال اللي واساه اليوم 23/3/2020 رشيد لطفي دراجي في الصفحة تاعو، هدايا واساه اليوم 23/3/2020 قريتو يا اخي؟ قريتو مليح. دوك نزيد نوري لكم، انا وليت ديتيكتيف بريفي، على بالكم انا وليت سوا ديتيكتيف بريفي سوا شاسور دو بريم. يا اخي وليت نخدم بصح ماشي شاسور دو بريم، با شاسور دو فيريتي دو كومون اون ابيل سا شاسور دو بروف دو فيريتي هكذا. دوك في الوصف قبل ساعة لايف عاجل، لايف خاص نوعا ما، يخص شخص، شخصية يعرفها كل الجزائريين، هي شخصية رشيد نكاز. لايف عاجل، لايف عاجل لأنه الظرف عاجل، لأنه حياة مواطن جزائري، مواطن جزائري يعرفه الجميع في خطر، وليس في خطر يعني كما نقول في بعض الأحيان، ربما شخص مهدد، ربما شخص يعني يتعرض إلى مضايقات، ربما شخص يتعرض إلى متابعات، لا لا لا، هنا راهي حقيقة حياة مواطن جزائري في خطر، وفي خطر كبير. يعني رشيد نكاز الذي هو الآن في السجن الانفرادي بسجن القليعة، الكثير ربما كانت تصله بعض الأخبار من هنا ومن هناك، ودرك نتكلم على الأخبار هذه، آخرها كان من محامي رشيد نكاز منذ أيام، ما عندهاش مدة طويلة، أنه رشيد نكاز في صحة جيدة، أنه رشيد نكاز في حالة معنوية، يعني حالته المعنوية مرتفعة إلى آخره. فبالإضافة إلى أنه في مؤخرا يعني صار الحديث على رشيد نكاز قل وقل لدرجة يعني من الصعب يعني تصورها، يعني ربما لا يوجد يعني سجين رأي ولا معتقل رأي يعاني من النسيان مثل رشيد نكاز. ضف إلى ذلك أنه جاء محامي رشيد نكاز وقال بأنه رشيد نكاز في حالة صحية جيدة، وأنه حالته المعنوية مرتفعة، وهو كذب في كذب، يعني بعيد عن الصحة كل البعد، وكلام لا أساس له. وكما قاله الكثير أنه رشيد نكاز في سجنه الانفرادي خسر 15 كيلوغرام، تخيل يعني أنه إنسان خسر 15 كيلوغرام منذ دخوله إلى السجن، يعني 15 كيلوغرام، يعني راي حالته الصحية في خطر كبير. يعني يفهم كيف دخل رغم أنه كان مع النظام الحالي إلى آخره. فربما رانا وصلنا هنا باش نفهموا لماذا عرف مشاكرا الذي كان في فرنسا منذ أسابيع، ليس بالمدة الكبيرة، يعني كان في فرنسا اللي هي واحدة من بؤر وباء الكورونا. فقضية وضع عرف مشاكرة في زنزانة مقابلة لزنزانة رشيد نكاز، زنزانة مقابلة لزنزانة كريم طابو، فهي أمر مخطط له مسبقا، وسنتكلم على هذا الموضوع. الأخ حسام ذكر لي قضية المحامي، بطبيعة الحال راح نذكروا المحامي وراح نتكلموا على المحامي بالاسم. درك كاين الناس، وكما قلتها وهو في مقدمتهم هذا عبد القادر شهرة اللي هو محامي رشيد نكاز، اللي باع الماتش يعني انه متواطئ، مش متواطئ برك، يعني القضية باعها عبد القادر شهرة محامي رشيد نكاز، باع قضية رشيد نكاز، باعها بطبيعة الحال لمركز عنتر. لمن راح يبيع القضية؟ راح يبيعها المركز عنتر، يعني المخابرات. يعني صارت الآن يا ناس، في الدقيقة اللي رانا نتكلموا فيها، من يدافع على رشيد نكاز؟ هيئة دفاع رشيد نكاز هي مركز عنتر للمخابرات بشكل مباشر. يعني محامي رشيد نكاز، ما نتكلموش على الشخص،
ما يهمناش الشخص، الشخص هو لعبة في يد من؟ الشخص هو لعبة في يد مركز عنتر للمخابرات، يعني السيد رشيد نكاز مواطن جزائري تدافع عنه المخابرات الجزائرية. يعني تدافع عنه، يعني بطبيعة الحال مش راح تدافع عنه من أجل مصلحته، بطبيعة الحال راحت للقضية تم بيعها، والامور المغلوطه اللي كانت تخرج واللي كانت تصلنا من المحامي تاعو اللي يقول لك رشيد نكاز في صحه جيده ومعنوياته مرتفعه. وراحوا شوفوا الحساب تاع عبد القادر شهرة، هذا الحساب اللي كان شغال يعني منذ اشهر بشكل عادي. وعليكم السلام اختي. الحساب تاعو كان شغال بشكل عادي الى غايه عندها يومي، عندها الان يوم نهار الناس بدات تتكلم عليه وانه باع القضيه وبدا الكلام انه فيها 2 ملاير الى اخره. تما الحساب تاعو اختفى، الشخص هذا اختفى من سطح الارض. والان رشيد نكاز ما على بالناش شكون الدفاع تاعو، من يدافع على رشيد نكاز. يعني رشيد نكاز في الوقت الحالي ما عندوش، هو من الاحسن انه ما يكونش، يكون ما عندوش محامي، يعني من الاحسن يكون ما عندوش محامي على انه يكون يدافع عليه مركز عنتر للمخابرات. يعني شخص في يد المخابرات يسير صفحة رشيد نكاز، لانه الان كنت تعرفوا خونا لطفي اللي هو مقرب من رشيد نكاز وكان دايما معاه، هو لا يعرف ما يحدث، يعني هو ما على بالوش واش راه صاير في القضية، ما عنده حتى، حطوه منذ شهر غموا القضية. خوتي البارتاج أبعد إلى أبعد، يعني أبعد إلى أبعد، إلى أقصى نطاق. يعني خونا لطفي اللي كان دايما برفقة، يعني كان دايما برفقة رشيد نكاز، لا يعرف، ما عنده حتى معلومة على رشيد نكاز. كان من قبل رشيد نكاز يمضي، شفتوا حتى من داخل السجن كان رشيد نكاز يبعت يدير هكا، يعني كيف نقولوها، يعني تقريرات صحف هكا، يدير ما ينشر أمور، يتدخل في قضايا معينة. اخرها مثلا شفنا بانه تكلم في 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 19 مارس وتكلم على اتفاقيات ايفيان الى اخره. من قبل لما كان يدير هذه الامور كان رشيد نكاز من سجنه يكتب هذه الامور اللي يحب يخرجها، يكتبها ويمضيها بالامضاء تاعو وتخرج ويشوفوها الناس، اللي منهم اخونا لطفي اللي كان مع، اللي كان دائما رفيق رشيد نكاز، يعني يد في اليد اينما ذهبوا اينما حلوا. فصار منذ شهر استولى هذا عبد القادر شهرة، استولى تماما على، يعني على قضية رشيد نكاز. صار لا أحد يعرف ما يحدث، صار لا أحد تصله معلومات، هو فقط من يزور رشيد نكاز في سجنه. يعني المعلومات لا تصل من أي مصدر آخر. تخيلوا يعني رشيد نكاز خسر 15 كيلوغرام، واحد ما سمع، واحد ما وصلوا الخبر هذا. لماذا؟ لأنه خلاص هذا المحامي باع القضية، باعها، إذا باعها من البداية ولا مؤخرا، المهم الآن أنه خلاص الأمر ثابت، السيد اختفى عن الأنظار، قفل الحساب تاعو. ما كانش الصدف ما تكونش للدرجة هذه، يعني أنه لما خرجت عليه الأمور السيد اختفى تماما. سيد ما كانش، وين راح محامي رشيد نكاز؟ الناس راهي تقول، راهي تتكلم على القضية وتقول لك حياة رشيد نكاز في خطر. الآن راني نبدا نتكلم وراني بعد ندخلوا في تفاصيل أخرى. الأولوية تاعنا وش هي؟ الأولوية تاعنا ولازم في أسرع وقت ممكن، يعني أننا يكون تقرير طبي على الحالة الصحية لرشيد نكاز، يخرجوا هنا مفصل على حالته الصحية، على وزنه، على تسمى إذا دار مثلا لازم يدير تحليلات، لأنه تم رفض طلب رشيد نكاز بأنه يعمل تحليلات، تم رفض الطلب من طرف مدير السجن. ولما رشيد نكاز طلب من المحامي هذا، من عبد القادر شهرة هذا، طلب منه طلب واضح أنه يرفع دعوى قضائية ضد مدير سجن القليعة، تم يعني هذا المحامي لم يقم بأي شيء،
لم يرفع دعوى قضائية، لم يرفع دعوى قضائية، لم يتد يعني لم يبلغ الرأي العام يعني بالحالة تاع رشيد نكاز بفقدانه ال 15 كيلوغرام. قال لك باللي حالته الصحية يعني جيدة ومعنوياته مرتفعة. راكم تشوفوا باللي يعني راهي بيع قضية، يعني مش درك ماناش في تفاصيل، ولا ربما ما قالش شيء، ربما باع القضية يعني بشكل مباشر لمركز عنتر للمخابرات. يعني درك مركز عنتر للمخابرات هو المتحكم والمسيطر على قضية رشيد نكاز. يعني رشيد نكاز ما عنده محامي، ما عنده هيئة دفاع، ما عنده شخص يروح يشوفه، لأنه ما كانش العائلة اللي تروح تشوفه، ما عنده ولا شخص. رشيد نكاز وحده في سجنه يعاني، حالته الصحية كارثية. عارف مشاكرة الذي تم يعني الذي تم يعني الزج به في السجن يعني بشكل ممنهج حتى يوصل، لأنه رشيد نكاز إذا أصيب بالكورونا، إذا أصيب بداء الكورونا يعني في الفترة، إذا أصيب بداء الكورونا في الفترة الحالية يعني في الحالة الصحية تاعو، يعني راهو خلاص، راهو يعني الموت، الموت الأكيد. يعني مستحيل أنه جسمه، مستحيل أنه جسمه يحتمل مرض الكورونا. إذا صح، لأنه هذه قضية دخول ما عارف مشاكرة، راهي واضح الأمر يعني بشكل جلي بأنها قضية مدبرة وقضية ممنهجة. هو على المدة اللي يعاني منها من مرض صحي على العموم ربما من شهر، يعني من شهر، لأنه من شهر خلاص انقطعت المعلومات على رشيد نكاز. المحامي هذا استولى على القضية، صار ما يعطيش المعلومات للمقربين، يعني للمقربين منه. قلت لكم هذا خونا لطفي اللي كان دايما يرافق رشيد نكاز، ما عنده ولا معلومة حاليا، ما عنده حتى اتصال مع رشيد نكاز بشكل مباشر ولا غير مباشر. دار منشورات في الصفحة تاع رشيد نكاز اللي درك يسيروها عدة أشخاص، حذفوا له المنشورات هذيك، المنشورات دارها يستفسر، يعني يقول باللي حال رشيد نكاز بانه خسر 15 كيلوغرام الى اخره. محاول المنشورات تاعو وحذفوه من الصفحه، يعني هو الان ما يقدرش يتدخل في الصفحه. الان من يسير صفحه رشيد نكاز هو هذا المحامي والجماعه اللي معاه، هناك شخصين يعني معاه من الشلف. يعني الان الجماعه هذه اللي في الشلف هي المتحكمة والمسيطرة على قضية رشيد نكاز بشكل مباشر. يعني أي معلومة الآن تخرج من عند هذو الأشخاص هي معلومات خاطئة. رشيد نكاز راهو في حالة كارثية، راهي حالته متدهورة إلى أبعد الحدود. يجب علينا الآن، أو كاين في الوصف أنا درت دركا والهاشتاغ بدا يمشي، ولازمنا نزيدو نمشيو الى ابعد الحدود. خاوتي البارطاج، ثم البارطاج معاكم حتى يوصل لايف وحتى ما ينقطعش، كما درنا مع خونا توفيق حسني، كما ضمننا مع الجميع. يعني لازمنا نضمنوا الان مع رشيد نكاز. او عيب انه رشيد نكاز شخص يعني كل الجزائريين يعرفوه، حالته خطيرة، حالته الصحية خطيرة، انه كاين ربما شخص يعني واحد في الجزائر يضمن معه. اي شخص، شيء غريب يعني. هذا لطفي يعني يعني الشخص المقرب من رشيد نكاز هو الشخص الوحيد اللي يتابع في قضيته اللي يضمن معه. الان كلنا نتحمل مسؤولية ما حدث وما يمكن ان يحدث لرشيد نكاز. يجب التضامن معه يعني على اوسع نطاق. لازمنا المطالبة السلطة هذه بتقرير طبي على حالة رشيد نكاز من أطباء بطبيعة الحال فيهم يكونوا فيهم ثقة، مش يجيبوا لنا تقرير منين يجيبوه. يعني مثلا يروحوا للأطباء، راهو عندنا كاين حتى الأطباء اللي محسوبين على الحراك، يعني تروح للدكتور سليم بن خدة ولا ناس كيما هادو، هما اللي لازم يديروا التقرير الطبي هذا على الحالة تاعو، على خسارته للوزن، على التحاليل الطبية لازم يديروا له تحاليل طبية، لأنه تم رفض طلبه بالقيام بتحاليل طبية، والمحامي الذي باع القضية رفض أن يرفع دعوى قضائية ضد مدير السجن. هذا أمر. والآن رشيد نكاز يحتاج إلى هيئة دفاع، يحتاج إلى هيئة دفاع تتكون. لازم المحامين تاع الحراك، المحامين سواء تاع الحراك، المحامين تاع
للقضايا تاع حقوق الانسان، يعني لازم المحامين يتدخلوا في القضيه، لازم المحامين يتدخلوا في القضيه هذه، لازم المحامين يكونوا هيئه دفاع، يكونوا هيئه دفاع. ما يقدرش يبقى هذا عبد القادر شهره هو المتحكم يعني في قضيه رشيد نكاز. هيا هذا تانيك، هذا بعد ما لطفي دراجي في الصفحة تاعو هذاك النقل اللي شفتو مع الاول اللي قال لهم ابعتوا في لي باج وبعتوا في لي جروب وديروا لي لايف على رشيد نكاز وكل شيء، هذا المبرده وشفتوا كيفاش راهو يهضر، هو باين هذا معمر راسو افون، هذا ماهوش كاع في الجزائر باش نقول لكم، ماشي في الجزائر، وزيد بزياده شوفوا تشوف كيفاش داير في يقولها كيفاش دايره. المهم هدايا اليوم تانيك، اليوم رانا 23/20/2020، حب يقول دوك نجي ليكم نزيد نفهمكم، سمعونا واش هو يهضر هدايا كيفاش هو يهضر، وب ب سو كال اورد كيفاش يقولوا، تحت من، تحت امر من او يهضر بهذا الشيء. ونزيد نذكر راني تكلمت عليها وللاخوه اللي التحقوا، ما تنساوش باللي سجن القليعه هو السجن الذي تنفذ فيه العصابه مهامها القادره، هو السجن الذي نفذت فيه العصابه اغتيال الصحفي محمد تمالت رحمه الله عليه، الصحفي الذي خناه كلنا، الذي خانه كل الشعب الجزائري. اذا كان تضامن من هنا ومن هناك لا يهمنا، ما يهمنا هو الوضع العام، لم يكن تضامن مع خونا محمد تمالت، مات في ظروف بشعه، في ظروف ماساويه. قضية اغتيال خونا محمد تامل تبقى عار على جبيننا كلنا، على جبيننا كلنا. الساكت على المنكر شيطان أخرس، كما سكتنا وقت وكنا بون. أني وليت ليكم باش قبل ما باسكو جاي هادية ما قبل آخر في الفيديو، جاي الفيديو الخانية اللي المهمة لامبوغتون تاع كاع لي فيديو هادو اللي شفتهم، جاية مور هادية جاية صح. كي شفتو هادي واش قال هدايا، نعلمك يا الحابس يا اللي راهم يبعتوك على راسك، يا اللي راهم يا راهم يامروك يخلصوك باش تهضر هاد الهضره، انا نقول لك باش مات محمد، هذا محمد هذا الجورنالست باش مات، هذا يا سي محمد دار غريف دو فان في الحبس، هذا حكموا عليه بعامين وما قدرش يصبر عامين، باسكو بدا تسمع واش راهو يهضر عليه الخبيث تاع لطفي دراجي، المهم ما خدش يصبر، دار غراف دو فان، وهذا يزيد بزياده مريض، سي ان ديابيتيك عنده مرض السكر صح، كي دار لا غراف دو فان مرض حبطت له لاطونسيون، حبط له السكر، حب يقول لي لي ميدسان كانوا يديروا به واسم يصحوا ينصحوا، ما حبش يفهم، حتى مع اللي دار افي سي، هذه افي سي اكسيدون فاسكيلو سيريبرال، ستادير دار هيموراجي سيريبرال داكور، دار هيموراجي سيريبرال ماشي دار افي سي هيموراجيك، ما دارش افي سي اسكيميك، افي سي اسكيميك هادي نقدروا نواسوها بالدواء، بصح هادي هيموراجيك لازم ساعات لازم نوبيريوها صافي، لازم نديرو لها باراسيون، هذا كي داروا له باراسيون داروا له واحد دريناج اكسترن، نتوما ما تعرفوش انت حابس وماشي خدمتك وماشي من الاختصاص تاعك، وماشي من الاختصاص تاع الخبيث تاعنا لطفي دراجي، وماشي من الاختصاص تاع الخبثاء كاع من غير الزوج اللي نعرفو، المهم داروا له هاد الدريناج اكسترن، الدريناج اكسترن هذا واشن باش يخرج كاع الدم الفاسد من راسو، يخليوه سوا سمانه سوا حتى كيصفى كاع راسو من هذاك الخماج تاع الدم، تماتيك يعاودو ينحيو هذاك الدريناج اكسترن ويرجعوا كيما كان ويغلقوا ويبرى المريض صح. كي داروا له دريناج اكستير دار انفيكسيون، وهاد الدريناج اكستير صح يقدر الانسان يدير انفيكسيون، يقدر يدير انفيكسيون فهمني، كي دار انفيكسيون ولا حبيت كيما حنا نقولوا دار انفيكسيون في راسو، حبي يقول توسخ راسو وكدكا كانوا عنده لي كومبليكاسيون ومات، هكذا باش مات فهمني، هذا دار افي سي فهمني، واحد ما قتلو واحد ما ضربو، ولي كي راحو لدوا دلوم كي راح حتى كي راحو لفاميلتو وراحو لي زافوكا تاعو وراحو لدوا دلوم تاع الخارج،
ما عطاولهمش الحق، قالوا لهم مش كاين، قالوا لهم هذا لما هذا الجورناليست مات بلي كومبليكاسيون تاع الباراسيون، واحد ما ضربوه واحد ما واسو، صابوه باللي تاع الصح واسا افي سي، صابوه تاع الصح دار ايموراجي سيريبرال. المهم لي برداك هدايا دوك نزيدو نكشفوه هكذا، لي برداك قال لك هضر هكذا دوك نكشفوه، هذه هي الاخرانيه. السلام عليكم، دوك نجي ليكم نخليكم تشوفوا. المشكل خاوتي بدا عنده تقريبا شهر، في هذا الشهر هدايا ما كان عندي حتى اتصال، يعني لا مع المحامي، يعني شفتو انه ثلاث خطرات يروحوا للسجن قليعه المحامي لكن ما يعطيني حتى خبر، يعني لازم يكون على الاقل انا يكون عندي معلومات حول صحه راشد النكاز، معلومات حول البروغرام اللي نديروه اللي نخدموه، باسكو على بالكم بلي دوكا لازم كل خطره راهي تزداد تطور. هو دخل ما كشف الكورونا ولكن انا كاينه الكورونا، سي بور سا لازم الحاله تتبدل. دوك في الكورونا ما يقدرش يقول لكم يا جماعه الخير وخرجوا كملوا في الحراك سلميين حضاريين ديمقراطيين قانونيين، نو هنا قال لكم يا جماعه الخير لازم كل واحد يريح في داره، علاش؟ باسكو راح تهدي نفسك. لا علينا، كما قلت لكم ثلاث اسابيع ما عندي حتى معلومه وما عندي حتى خبر على السيد رشيد نكاس. حقيقه كنت مريض صح، ولكن هذا ليس يعني انا باش ما يكون عندي حتى معلومه حول السيد رشيد نكاز. صرا واش صرا، تلحقني معلومه ونقرا من ارتيكل الجيري بار انه كاين مشكل في السجن قليعه، انتشر الفيروس تاع الكورونا في السجن قليعه، كلكم راكم قريتوه وراني نشرتوه. هنا انا ما انتبهتش ليها، لانه علاش؟ قلت ممكن انهم يكذبوا، ممكن حبوا يزيدوا عليها، ممكن يتمسخوا، راكم تعرفوا الاعلام تاعنا. لا علينا، الحق الوقت وين سمعت ايضا انه عارف مشاكره راه بزاف مريض ويدوه للسبيطار. انا حبيت نتاكد هذا الخبر من عند من؟ نتاكد مباشره من عند سي عبد القادر شهر الاستاذ محامي تاعنا. اتصلت به، السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام. قلت له يا استاذ، قلت له كيف هذا الشيء كذا؟ قال لي يا ودي انا نزعفان عليك وكذا. قلت له انا اللي من حقي نزعف لانكم ما كنتوا تلحقوني حتى معلومه، ولكن ليس هذا هو المشكل. الان نعرفوا على الصحه تاع رشيد نكاس كيفاش راهي. قال لي صح حقيقه، عارف مشاكرام يدو فيه لوبيتال شاك 25 مينوت 20 مينوت ان كاردير يدوه ويعقب توجور على الكورور وين راه رشيد نكاس. انا اون طون كان بورت بارول، يعني كناطق الرسمي، من حقي نخاف على صحه رشيد نكاس. علاش نخاف على صحه رشيد نكاس؟ اولا نحن نعرفوا الحاله تاع عارف مشاكره بلي انسان تاعهم وانسان شيات وانسان يدافع عليهم وانسان سب كاع الناس سب كاع المعارضين على جال باش يبقى شيات مع النظام ومع العصابه، ولا ما لقاوش كل الحباس راحوا دخلوا فقط امام السيد رشيد نكاز. ومن بعد نسمع بلي عارف مشاكره شاك 25 مينوت شاك 20 مينوت يدوه لوبيتال، ومن بعد نسمع بلي راهو يجوز على رشيد نكاز في الميم كولوار. هنا صافي دير لي كلكي شوز كي كلوش. كي تقول لي باللي الانفراديه كل واحد راه وحده، صح كل واحد راه وحده، ولكن ما ننساوش باللي كاين لي غارديان، لي غارديان اللي يتعاملوا مع اكس راح يتعاملوا مع بي، اللي راح يتعاملوا مع زاد راح يتعاملوا مع سي، يعني كاع راح تكون يعني التواصل ما بين السجناء ولي غارديان. لا يا هو لحقنا هذا المشكل، حكينا عليه قلنا واش كاين، انا اوبليج عليا ندير ان كومينيكي في لاباج اوفيسيال تاع الصفحه تاع رشيد نكاز لاني اعتبر ادمين في الصفحه تاع رشيد نكاز. درت المنشور، سقسيت وراح ننشر لكم هذا المنشور، قلت هل السيد عارف مشاكره مريض؟ اذا كان مريض بلاصتو في المستشفى في الحجز الصحي وليس في السجن قليعه، واذا كان الخبر حقيقي او غير حقيقي يجب على مدير السجن قليعة المؤسسة التربوية يرد، عنده حق الرد، قال صحيح أو غير صحيح. وتهنينا والحمد لله نعرفه، حنا لقينا ما عندنا حتى ريبونس، هذه وحدة من طرف مدير السجن قليعة. ثانيا لقيت المنشور تفاصم الصفحة الرسمية تاع السيد رشيد نكاز بعد ساعات سوبريما. ثالثا نلقى الاستاذ عبد القادر شهرة يدير كومينيكي في المنشور في الصفحه تاعو ويقول اشاعات. انا كي قال لي اشاعات قال هذا الكلام، انا رحت اتصلت به عبر الماسنجر، السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام. قلت له يا استاذ كيف لك انك صباح تقول لي هضره والعشيه تقول اشاعات؟ قال لي للبيوت اسرار.
قلت انا مانيش نخبر فيك انا الا تعطي لي وشكليتي الا كليت وشكليت ولا شطرت ولا واش تعشيت مع ولادك ودارك. قلت انا سقسيتك على الحاله تاع السيد رشيد نكاز كيفاش تقولها سرقه لي اسرق. قلت بارك الله فيك ماشي مشكل. ومن بعد نلقى ايضا انه امير ديزاد بون نعظموا له الاجر انه توفى باباه نقول الله يعطي لك الصبر ان شاء الله وعظم الله اجركم والبركه في رزقكم ان شاء الله. لا علينا نلقى امير ديزاد انه في المنشور تاعو تكلم فقط على القضيه تاع عرف مشاكرا والفيروس والمرض وكل 25 دقيقه يدوا لوبيطال لكن تكلم فقط الا على كريم طابو يعني رشيد نكاز ما كاش. لا علينا انا غدوه من ذاك يعني خدمت لي كناطق رسمي وكمناضلين وكمستمعين لهموش لازم تكون مناضل يعني كاين الناس اللي محبه رشيد نكاز ولكن تسمع وتشوف من البعيد وهذوك هما الناس ايضا تاع خير الله يبارك كثر خيرهم. واش نديرو عاود درت نفس المنشور ولكن نحيت لاسورس كتبت ما درت كاع لاسورس لاسورس اللي درتها ارجيري بار. علاش جي بوزي لا كيستيون للديريكتور تاع الحبس يا مدير السجن قليعه قول ايه ولا قول لا لا اسكو كاين ناس مرضوا بهذا المرض ولا ما كاش هذا واش يهمنا. لا علينا ما كاش ريبونس ايضا. وزيد لقى المنشور الثاني زاد تنحى وراهي كاينه عندي لا كابتور ديكرون وكي تنحى المنشور وزادوا زادوا نحاوني من لاباج يعني كنت ادمين في صفحه السيد رشيد نكاز وليت مانيش ادمين خلاص نحاوني لاباج. تحبوا الشفافيه هذه هي الشفافيه. لا علينا انا تقلقت حقيقه قلت يعني 10 تاع 7 سنين والخدمه السيلونات الضرب السبان قدايا لجل عبد ولا البارح جا وليت انا نتكذب وليت قدايا صافي مالوكر. لا علينا راني نخمم قلت هذه ليا كلكو شوز كي كلوش كيفاش هذا واش خطرات هما يسيبريميو الكومينيكي نحاوني من لاباج صافي دير رشيد نكاز بوتا تيلي او دونجي. ومن بعد يا خاوتي نزيد نسمع ايضا لي بلو غراف هو على بالكم كان نطق رسمي لازم يكون على بالي كل حاله تاع رشيد نكاز. نسمع انه رشيد نكاز نقص نقولوها بلي ب 10 كيلوغرام هما قالوا 14 انا نقول لكم 10 10 كيلوغرام نقص في البوا تاعو يا خاوتي بلا ما سمعت وحده راح يقولوا لكم بلي رشيد نكاز نقسم البوا تاعو باسكو ما كاينش ياكل ماكله تاع السجن. لا لا راكو غالطين يا خاوتي ما تسمعوش هذا الكلام. المشكل خاوتي بدا عنده تقريبا شهر في هذا الشهر هدايا ما كان عندي حتى اتصال يعني لا مع المحامي يعني شفتو انه ثلاث خطرات يروحوا للسجن قليعه المحامي لكن ما يعطيني حتى خبر يعني لازم يكون على الاقل انا يكون عندي معلومات حول صحه رشيد نكاز معلومات حول البروغرام اللي نديروه اللي نخدموه. هنايا هاد لا فيديو اللي كنت سمعتوها حبي يقول دوك نوصيها لكم نقطه بنقطه. حبي يقول يا سي لطفي عندك شهر ملي على بالك ما عندكش لي نوفيل تاع على رشيد نكاز. حبي يقول لابوكا تاعك ما اتصلش بيك وداقت لك ما كاش يعطي لك لي نوفيل هكذا هذه هي واش حبيتي تقول. وبالك هاد لافوكا كان صديق ما حبش يقلقك بالك كان يدير لونكيت ما ماهوش ما ني با اوبليجي يقول لك كي كوا سي لونكيت يهضر معاك هكذا دوك نولي لك هكذا. هو دخل ما كاش في الكورونا ولكن انا كاينه الكورونا سي بور سا لازم الحاله تتبدل. دوك في الكورونا ما يقدرش يقول لكم يا جماعه الخير وخرجوا كملوا في الحراك سلميين حضاريين ديمقراطيين قانونيين نو. هنا قال لكم يا جماعه الخير لازم كل واحد يريح في دارو. علاش؟ باسكو راح تهدي نفسك. لا علينا كيفاش هنايا يا لطفي راك تقول بلي مع الكورونا يتبدل الوقت وهنايا ما لازمش يقول لكم رشيد نكاز يا جماعه خرجوا للحراك. هنا قال لكم لا قال لكم بلي لازم تقعدوا في الدار ما تتحركوش. كيفاش راك تقول بلي شهر ما عندكش لي نوفال عليه ومنا تقول بلي هو يقول لكم قعدوا في ديوركم او يقول ما يقول ما قال لكم ما تخرجوش او يقول لكم قعدوا في ديوركم. حبي يقول عندك الخبر عليه حبي يقول لا في مخدومه كما قلت لكم ثلاث اسابيع ما عندي حتى معلومه وما عندي حتى خبر على السيد رشيد نكاز. حقيقه كنت مريض صح ولكن هذا ليس يعني انا باش ما يكون عندي حتى معلومه حول السيد رشيد نكاز. صرا واش صرا تلحقني معلومه ونقرا من ارتيكل الجيري بار
أنه كاين مشكل في السجن القليعة، انتشر الفيروس تاع الكورونا في السجن القليعة، كلكم راكم قريتوا وراني نشرتوا. هنا أنا ما انتبهتش ليها، لأنه علاش؟ قلت ممكن أنهم يكذبوا، ممكن حبوا يزيدوا عليها، ممكن يتمسخوا، راكم تعرفوا الإعلام تاعنا. لا علينا. هنا يا لطفي دراجي راك تقول باللي عندك 3 سمانات ما عندك عليه حتى خبر، هكذا واش راك تقول لنا يا اخي؟ هكذا صافي، وكنت مريض وصرا واش صرا، وراك تقول باللي كي دخلت الجي بارك لا لاباج تاع الجي بارك سمعت باللي كاين فوضى في لا بريزون تاع قليعه، هكذا واش راك تقول يا اخي؟ دوك تبعوا سي عبد القادر شهر الاستاذ محامي تاعنا، اتصلت به، السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام. قلت له يا استاذ، قلت له كيف هذا الشيء كدايا؟ قال لي يا ودي انا نزعفان عليك وكدايا. قلت له انا اللي من حقي نزعف لانكم ما كنتوا تلحقوني حتى معلومه، ولكن ليس هذا هو المشكل. الان نعرفوا على الصحه تاع راشي نيكيس كي باش راي. قال لي صح حقيقه، عارف مشاك رام يدو فيه لوبيتال شاك 25 مينوت 20 مينوت ان كاردير يدو يعقب توجور على الكرور وين راه راشيد نيكاس. انا اونطون كان بورت بارول، يعني كناطق الرسمي، من حقي نخاف على صحة راشد النكاز. علاش نخاف على صحة راشد النكاز؟ أولا نحن نعرفوا الحالة، تعرفوا مشاكرة بلي إنسان تاعهم وإنسان شيات وإنسان يدافع عليهم وإنسان سبقاء الناس سبقاء المعارضين على جل باش يبقى شيات مع النظام ومع العصابة، ولكن ما لقاوش كل الحباس راحوا دخلوا فقط أمام السيد راشد النكاز. ومن بعد نسمع بلي عارف مشاكرة شاك 25 مينوت شاك 20 مينوت يدوه لوبيطال، ومن بعد نسمع باللي راهو يجوز على رشيد نكاس في الميم كولوار. هنا صافي دير لي كلكي شوز كي كلوش. كي تقول لي باللي الانفراديه كل واحد راهو وحده، صح كل واحد راهو وحده، ولكن ما ننساوش باللي كاين لي غارديان، لي غارديان اللي يتعاملوا مع اكس حيتعاملوا مع بي، اللي حيتعاملوا مع زد حيتعاملوا مع سي، يعني كاع راح تكون يعني التواصل ما بين السجناء ولي غارديان. هنا راك تقول باللي داقت لك وبدات هيك عيطت لافوكا وقلت له كيفاش وما تتنح تخبر، ولافوكا قال لك صح مشاكره كاين فيروس ومشاكره كل 10 دقائق ولا كل ساعه يديوها للسبيطار، وزيد بزياده رشيد نكاز راهو مقابل داروا فلاسيلول مشاكره داروا فلاسيلول مقابله لا سيلي تاع راشد نكاس، صح ما كاش ما يدخلش عنده في الكولوار بيناتهم، بصح العساسين راهم يدخلوا، وهاد العساسين مهابل يخافوا على راشد نكاس وما يخافوش على روحهم، فهمنا؟ ما يديروني بافات ما يلبسوا والو يا اخي، يلبسوا هكذا كي توشيو من شاكره يلبسوا يا الحابس. ولا كنت واسيت فينا دوك نولي ليك دور نولي ليك باش نفهم الشاكره. هذا المشكل حكينا عليه قلنا واش كاين، انا اوبليج عليا ندير كومونيكي في لاباج اوفيسيال تاع الصفحه تاع رشيد نكاز لاني اعتبر ادمين في الصفحه تاع رشيد نكاز. درت المنشور سقسيت وراح ننشر لكم هذا المنشور، قلت هل السيد عارف مشاكره مريض؟ اذا كان مريض بلاصتو في المستشفى في الحجز الصحي وليس في السجن القليعه، واذا كان الخبر حقيقي او غير حقيقي يجب على مدير السجن قليعة المؤسسة التربوية يرد، عنده حق الرد، قال صحيح أو غير صحيح، وتهنينا والحمد لله. هيا رانا بدينا نلحقو، رانا نمشو بلاقل يا شعب الجزائري باش نلحق لكم، عاودوا سمعوها وتبعوني، سمعوا من حلا فيديو وتبعوني. هانا بدينا نلحقو، شفت وش راك تقول؟ سمعت وش راك تقول؟ رحت تدير في الصفحة تاعك المنشور، حبي يقول يا شعب الجزائري هنا وين اتصل السي الخبيث تاع لطفي دراجي بأمير ديزاد، هنا اللي اتصل بيه وقالو ابدا تهضر، قول فوالا واش كاين واش كاين، باسكو داقت لك كي لافوكا يا اخي، لافوكا ما حبش يطلعلك في السر، وهذا من حقه، كاين حوايج ما لازمش كيما حنا نقولوا ما لازمش الموالين ولا الاهل تاع المسجين ما لازمش يكونوا في العلاقه بين لافوكا
وبين سجين 100% لازم يخبو بالك راسي في الكاز هو اللي قالو ما تقولش. ها هنا انت عيط الامير دي زاد وقلت له واسي هاد لا فيديو هاد اللايف على لافوكا باش تحرقو. نلقى الاستاذ عبد القادر شهرة يدير كومونيكي في المنشور في الصفحه تاعو ويقول اشاعات. انا كي قال لي اشاعات قال هذا الكلام انا رحت اتصلت به عبر الماسنجر. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام. قلت له يا استاذ كيف لك انك صباح تقول لي هضره والعشيه تقول اشاعات؟ قال لي للبيوت اسرار. قلت انا مانيش نخبر فيك انا الا تعطيلي واش كليتي لا كليت واش كليت ولا شطرت ولا واش تعشيت مع ولادك ودارك. قلت انا سقسيتك على الحاله تاع السيد رشيد نكاز كيفاش تقول اسرار؟ قال لي اسرار. قلت بارك الله فيك ماشي مشكل. ومن بعد نلقى ايضا انه امير ديزاد بون نعظم له الاجر انه توفى باباه نقول الله يعطي لك الصبر ان شاء الله وعظم الله اجركم والبركه في رزقكم ان شاء الله. لا علينا. نلقى امير ديزاد انه في المنشور تاعو تكلم فقط على القضيه تاع عرف مشاكره والفيروس والمرض وكل 25 دقيقه يدوه لوبيطال لكن تكلم فقط الا على كريم طابو يعني رشيد نكاز ما كاش. لا علينا. هنا يا شعب الجزائري راهو يكونفيرمينا باللي عيط الامير ديزاد بيسكو يقول لي دا قلت له كي امير ديزاد هضر غير على طابو ما هضرش على امير دي هضرش على رشيد نكاز. حب يقول عيط له وامير ديزاد قالوا نعهدك غير نواسي المقال ونحرقو باش يعطي لك عنده 3 ايام في يدو باش يقول لك واش كاين تاع الصح. وكي ما حبش يعطي لك يا سيلو طفي دراجي تاع الصح واش كاين قتلوا الامير ديزاد لونسيها لا فيديو ولونسيها كيما كان الحال 3 ايام. وانت اليوم 23/20 انت دوكاتك راك ديكلاريتها في العود هذاك امير ديزاد ما كانش يمثل يهضر على لافوكا يقولوا عندك 3 ايام كان يهضر عليك 3 ايام وخرج بيها. حاب يقول يا الشعب الجزائري لافير كاع راهي مخدومه لافير كاع راهي بين لطفي وامير ديزاد باش نقول لكم. وهذه ما اللي يقول لك نقص ب 15 كيلو وهكذا وما يعاني كل شيء لافوكالي قال لطفي راشي لطفي دراجي قال له هم كان هم كان حب تبدل لافوكا بدل لافوكا انا درت مهمتي كيما القانون يقولها انت ما تقبلتهاش روح دوك دير افوكا. هاو ليك واش دار لطفي دراجي هاو يا الشعب الجزائري واش هي الحكايه كاع. ونزيد نكونفيرميكم يا الشعب الجزائري بلي هذا رشيد نكاز من نهار اللي دخل كان يدير دي ديبريسيون واحد الجون وصل فيديو باسكو وليد عمو هاد الجون هذا من الحج وقال لكم بلي رشيد عنده بزاف عنده قريب شهر من بعد ما دخل رشيد نكاز الحبس قال لكم راه يدير في ديبريسيون وراهم يعطوا له الدواوات واش يان نورمال شيان باسكو كان يشرب دوات ما كانش ياكل تاع الصح ستادير كان غير يرقد فهمتوني. وزيد بزياده رشيد نكاز ديجا دار ديبريسيون ودخل لابسيكياتري في فرنسا وقعد 6 شهور في فرنسا وراو بالدواء وكان يطلع لفرنسا باش يشري الدواء تاعو يحبط. وباش نقول لكم وزيد بزياده كيفاش هاد العساسين يدخلوا عند رشيد نكاز ما يدخلوش عند طابو يا اخي طابو تاني كيف كيف قدامهم كيفاش طابو ما حماتوش كورونا ورشيد نكاز حموا الكورونا زين واش راكم حاسبين حسبوا الشاشي ما يهضرش على طابو مهابل الشاشي ما يهضرش على طابو ورشيد نكاز نقابلو كاع يهضروا. حبي يقول هاد لافير مخدومه حبي هاد الخبيث تاع لطفي دراجي راهو يدير فتنه كبيره يا وزير العداله يا امن الوطني يا غرفة التحقيق لازم تحكموا هذا لطفي دراجي ها واش يواسي يا غرفة التحقيق لازم تحكموا هذا لطفي دراجي فوالا واش واسا انا عطيتكم بالبيان. تحيه الجزائر تحيه الجزائر تحيه الجزائر ربي يستر بلادنا ربي يستر بلادنا ربي يشفي مردانا والله يرحم شهدانا اللي ماتوا بالكورونا الله يرحمهم يا ناس قعدوا في ديوركم يا ناس قعدوا في ديوركم ربي معانا والسلام.